يا لهوي الساعة 9 المدرسة راحت على العيال. عيال ايه بس ومدرسة دي يا حبيبتي؟ العيال نايمين جوه. النهاردة الجمعة. نامي نامي. انت متأكد النهاردة الجمعة؟ ايوه الموبايل جنبك اهو بص فيه. الحمد لله النهاردة الجمعة. يا انا حلمت حلم غريب قوي. خير اللهم اجعله خير يا حبيبتي. ابدا يا سيدي خير اللهم اجعله خير. الله انت كنت نحنوح برضو كده في الحلم وبتقول لي يا حبيبتي. هو عيب الواحد يقول لمراته اللي بيحبها يا حبيبتي؟ خير اللهم اجعله خير. انا لسه بحلم ولا ايه؟ قولي لي بس حلمتي بايه وايه اللي فزعك كده؟ قولي ده عشان قلت لك في الحلم يا حبيبتي. لا ما هي ريت جت على قد كده. حلمت بحاجات تانية غريبة قوي. قال ايه؟ الله انت بتقول ان النهاردة الجمعة؟ اه كده الاول. طالما النهاردة الجمعة ايه اللي مصحيك وانت فريش وايه النشاط اللي انت فيه ده؟ لا ما هو من هنا ورايح انا هصحى معاكي وقت ما تصحي ان شاء الله. تصحي من النجمة وانا في ديك الساعة لما اصحى مع مراتي حبيبتي ونور عيني وقلبي وكل حاجة في حياتي وافطرها بنفسي. انجي 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 فوقي بقى يا حبيبتي. تاني روحي 5 ورقات بس انت هتبقى 6 عشان انت الكبير والطويل. انت معلمني صح ولا بتضحك عليا؟ الاثنين في واحد. ايه ده؟ مالك وحش؟ قوي. حلوة عشان اشوفك. حظي تحفة. يلا يلا جميل بيه. ايه الزيارة السعيدة اللي في وقت مش مناسب دي؟ بس انت منور يعني. جميل بيه يبقى انت لسه شايل مني. انا شايل منك بقى. ايه اللي جابك يا جميل؟ وانا ازعجتك ولا حاجة؟ لا ابدا مفيش اي ازعاج خالص. ده انا يا دوبك قاعد مع اولادي حبايبي اللي بشوفهم كل فين وفين وبعدين يعني بننظف البيت ومعاد غدا. بس انت منور يعني. الحمد لله ان انا جيت في الوقت المناسب. اصلا انا حساس جدا من الناحيه دي. واضح. هو ايه الشيء اللي فتح لي الباب؟ هيكون مين يا دي الشغاله؟ ام معلش مرزعت الباب في وشي كده ليه؟ ده ام معلش ماتت. قصدي ام معلش اجازه دي الفلبينيه اللي جايبينها جديد. وانت بسم الله ما شاء الله ليك هيبه. افتكرتك بوليس. ما هو مفيش حد يجي الساعه دي غير لما يكون بوليس. هي اصلها ما معهاش اقامه. ها اتفضل يا جميل بيه واحنا هنتكلم على الباب كده. اتفضل. يزيد فضلك. البيت بيتك. يزيد فضلك. اتفضل يا جميل. اتفضل اتفضل. زي ما انت شايف كده جو عائلي والولاد. ها الولاد. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل. ايه ده؟ ابدا كيلو ونص برتقان عشان الولاد بس. كيلو ونص وبرتقان كمان ومكلف نفسك ليه يا راجل؟ اخ عزيز اتفضل يا بيه. اتفضل. سولي تيجي نلعب مع بعض بصرة؟ بصرة ايه يا عمو؟ احنا في 2015. اه صح قديمة. طيب نلعب كونكان؟ في لعب تانية جديدة طلعت بعد دي على فكرة. هو حضرتك الزمن وقف بك عند 1980 ولا ايه؟ ما تشوف يا بابي. لا هو وقف بيه عند النكسة. اتفضل يا جميل. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اتفضل. ها ما قلتليش بقى ايه سبب الزيارة الجميلة دي؟ بصراحة انا جاي اعتذر لانجي. ما هي مش معقول تترقى وبعدين نرجع نقول لها ترقيتك حبر على ورق
والراجل رجع في كلامه وما طلعش معاش، اكيد هي زعلانه مني. لا انجي مش زعلانه منك خالص، انجي عارفه ان الترقيه بتاعتي انا من الاساس، يعني ما فيش اي مشاكل خالص، وانا تمام وانجي تمام والبيت زي الفل، وانجي مش هنا على فكره. طب كويس قوي، انا عايزك بقى تبلغها ان انا لقيت لها حل لمشكلتها وتعوضها. ملحق الكتابه الساخره اللي بينزل في الجورنال يوم الخميس العدد الاسبوعي، انا هخلي انجي تكتب مقال اسبوعي فيه. انجي وساخر؟ يعني انت تقصد يعني ان القراء هيبعتوا لها يتريقوا عليها؟ لا 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 يا علي، انت بتقول ايه؟ انجي دمها خفيف جدا، انا شخصيا متابع الحساب الخاص ليها على الفيس، اي حاجه بتكتبها الناس بتعجب بيها جدا، وبعدين لعلمك بقى لما بتكتب حاجه بتحصل على 5 إلى 7 اعجبني. اعجبني؟ والحساب الخاص؟ انت من اللي الفيسبوك بتاعهم بالعربي يا جميل؟ طبعا. واكيد اسمك على الصفحه بتاعتك بين قوسين الصحفي جميل محمود جميل. لا انا اسمي انا مش جميل محمود، انا هبعت لك طلب اضافه. لا وعلى ايه، ما تتعبش نفسك، انا هبقى اجي لك على تويتر نغرد سوا. كمل يا جميل. بس ده غير بقى التعليقات من قبيل ها 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 لولولو. فانا قررت ان استغل النجاح ده لجذب جمهور الفيس للجريده المطبوعه. 7 لايكس ابهروك، ده انا يا اونكل سوري التاتو الفراشه بتاعي جايب 248 لايك في يومين بس، ولو نزلت بقى بالتاتو التاني ده مش بعيد عامل فان بيج. بذمتك ده هيفهم فان بيج؟ ده بيقولك طلب اضافه. قهوتك يا جميل ولا هتستاذن؟ مظبوط لو تكرمت. لا ما هو بص بقى، مفيش بن وانجي مش هنا والشغاله في الجوازات، قوم بينا نشرب قهوه على الكافيه وبالمره تقول لي على حكايه خف الدم مراتي. يلا بينا. اتفضل. لا اتفضل انت طبعا. حاضر. اتفضل. حاضر. اتفضل. بس ما تنساش يا علي هتبقى تسلم لي على انجي كتير. طبعا طبعا طبعا. عجبكوا عمايل ابوكوا؟ اتفرس انا دلوقتي ولا ما اتفرسش؟ انت لسه هتقعدي تتفرسي؟ قومي انزلي حصليهم على الكافيه قبل ما يقنعوا بكره تمسكي صفحه الوفيات. تفتكري؟ تفتكر؟ قادر وتعملها يا علي، قادر وتعملها.